آخر حاجة عايز أعرفها من حضرتك سر تغيير الاسم لمدينة نصر. طبعا الموضوع ده طبعا انت تعرف وانا عارف عشان كده بتسأل السؤال اللي حصل عليه لغط كتير جدا. في ناس كانت حصل عليه ضجة كبيرة جدا وفي وتهاجمنا هجوم كبير جدا. بعتبر انه من اكثر القرارات الجريئة اللي اتخذت في الشركة. ما تحكش عليك انا قبل اتخاذ القرار بعد ما خدت الموافقات اللازمة من مجلس الادارة ومن الجمعية ومن الجهات المعنية انا ما كنتش بنام. احنا كان دي مرحله جديده يعني انا في المؤتمر الصحفي بتاع اطلاق الاسم الجديد قلت لهم احنا بنتكلم عن شركه بقى لها 64 سنه دي الصفحه الجديده بتاعه ال100 سنه الجايين فكان لازم نخرج بره الارتباط بمنطقه سكنيه بعينها. كنا بدانا نعمل بعض الابحاث ونلاقي ان الناس معترضه ومش مش فاهمه ازاي هنقول مدينه نصر في الساحل مثلا فكان لازم نخرج بره الارتباط بمنطقه سكنيه بعينها وان كانت هتفضل محفوره في تاريخنا وفخورين بان احنا اللي بنينا هذا الحي اللي كان اسم الشركه مرتبطه بيه. الجزء اللي يمكن ضايق بعض الناس ظنت ساعتها ان مدينه مصر دي ان احنا بنقول ان مصر مدينه يعني. طبعا ده بعيد تماما عن الصحه. احنا عملنا الهومورك بتاعنا باستفاضه نحويا وبلاغيا وصرفا وكل حاجه يعني سريعا برضو مش عايز اقلبها درس نحو يعني. مصر اسم علم اي حاجه تضاف اليه بالذات لو اسم نكره فهو اللي منسوب اليها. زي مثال بستخدمه كتير جدا بقول من دواعي فخر الصين ان في كل بلد في العالم في تشاينا تاون. هل ده معناه ان الصين بقت قريه او بقت تاون صغير؟ يعني بالعكس ده من دواعي فخرهم ودي من احد اهدافنا ان احنا في يوم من الايام نبقى في مدينة مصر في كل حتة في العالم والناس بتروح تدوق فيها الأكل المصري وتشوف الثقافة المصرية وتتعلم عن مصر والمعمار بتاعنا والقصة دي كلها. فالحمد لله النهاردة بقولك الناس كلها ماشية رافعة راسها وهي بتقول أنا شغال في مدينة مصر أو أنا تبع مدينة مصر أو أنا مشتري في مدينة مصر. إحنا واخدين على عاتقنا هذه المسؤولية الوطنية. البيربس ستيتمنت بتاعتنا أو الرؤية بتاعتنا كلها بتتمحور حوالين إزاي نبقى عجلة مهمة وبتدفع في نمو الاقتصاد المصري وكلمة مصر موجودة في كل حاجة احنا بنكتبها. ده ايمان منا واجب علينا وفخر لينا. فبقول لك موضوع كبير او موضوع تغيير الاسم بس النتيجة النهائية الحمد لله ايجابية وفخورين بها.